وابن عربي معروف، محيي الدين ابن عربي الطائي إمام أهل وحدة الوجود، ابن الفارض من أتباعه، من أتباع ابن عربي. ومع هذا الشيخ لا يكفر، لا يجزم بكفره، وإن كان قال كفرا وضلالا وإلحادا، لكن تكفير المعين هذا يحتاج إلى دليل، لأنه ربما أنه تاب وما ختم له بتوبة، الله أعلم. نعم.